وثيقة سرية عمرها 428 عاماً كشفت عن شبكة جواسيس مكنت ملكة إنجلترا إليزابيث الأولى خلال حكمها من التجسس على العديد من ملوك أوروبا. صحيفة الغارديان البريطانية قالت إن هذه الوثيقة ظلت محفوظة في الأرشيف الوطني دون أن يمسها أحد، واليوم تم الكشف عنها وتحليلها. الوثيقة أظهرت تواجد شبكة سرية للتجسس على الملوك الأوروبيين لصالح إليزابيث، وكانت الشبكة واسعة النطاق. الصحيفة قالت إن الوثيقة كتبها روبرت سيسل الذي كان آنذاك الجاسوس الرئيسي للملكة وكان يشغل منصب وزير للخارجية. باحثون اعتقدوا في السابق أن سيسل كان لديه عدد قليل من الجواسيس، لكن الأبحاث الأخيرة أشارت إلى أنه كان لديه شبكة منظمة تضم أكثر من 20 جاسوساً في لشبونة وكالي وبروكسل وإشبيليا وروما وأمستردام وإسكتلندا والسويد وأماكن غير محدودة بأوروبا كانوا يساعدونه في عملياته السرية.